إذن مشاهدينا متابعينا، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد والحصري من قناة دنيا تي في تاريخ اليوم اللي هو 4 أوت 2023. للأسف الشديد اليوم ما كانش فيديو، ما كانش فلوج، تم تشميع وغلق سوق الحراش اليوم على الساعة 6 صباحا بتوقيت الجزائر. الناس اللي راهي جاية اليوم ما كان لها تجي، الحالة راهي مغلوقة، السوق ما كانش. المهم كاش جديد ولا راكم راح تصيبوها على القناة. نتلاقاو إن شاء الله في فرصة أخرى وفيديوهات جديدة. السلام.